الأجزاء المشتركين بالقناة والمتفاعلين مع البرنامج التعليمي للأورك بإشارة الأغاني العربية والمغربية وكذلك التعريف بالمقامات العربية. دائما أطلب منكم السبسكرايب واللايك والشير لتدعمونا ولنواصل أكثر وأكثر وأكثر، وكذلك اقتراحاتكم وتعليقاتكم تهمنا. اليوم سنقوم بشرح المقدمة الموسيقية والكوبليه الأول، المقطع الأول من أغنية أكذب عليك للفنانة الراحلة وردة، فابقوا معنا لتستفيدوا. أغنية أكذب عليك للفنانة وردة هي في مقام حجاز على الصول، حجاز على الصول بالشكل التالي. والحجاز على الصول يتكون من لا بيمول والمي بيمول في السلم الموسيقي، لا بيمول والمي بيمول في السلم الموسيقي كعلامات. الآن سنأخذ إيقاع وحدة تقيل على سرعة 86 ونبدأ بالمقدمة الموسيقية ثم نشرحها بالنوتة الحرفية. كانت هذه المقدمة الموسيقية والآن سنشرحها بالنوتة الحرفية. سول فا سول فا مي فا مي ري مي ري مي دو فا مي فا مي ري مي ري دو ري دو ري سي مي ري مي ري دو سي دو سي دو لا سي سول. هذه الأولى، نعيدها مرة أخرى. سول فا سول فا مي فا مي ري مي ري مي دو Fa mi fa mi re mi re do ri si mi re mi re do si do la si sol sol la fa sol 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 la 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 si si do re si do re 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 mi mi fa sol sol la fa sol 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 la 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 si si do re si do Do re 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 mi mi fa sol. ثم السولو بالأورج. Sol fa la sol fa mi re do si do re mi fa re mi do re re do mi re do si bimol la sol fa sol la si sol la fa sol. هنا يسمح لدينا كرد، يعني لما ننتقل يعني نضيف السي بيمول فيسمح لدينا كرد. عندما نضيف إلى الحجاز السي بيمول يصبح لدينا كورد سول. نعيد السولو.
Sol fa la sol fa mi re do si do re mi fa re mi do re re do mi re do si bimol la sol fa sol la si la si sol la fa sol. ونعود إلى اللازمة الأولى وهي سول فا سول فا مي فا مي ري مي ري مي دو إلى آخره. الآن سنعيد المقدمة الموسيقية ونغني بالأورج الغناء الأول أي الكوبليه الأول. Thank you.
كانت هذه المقدمة الموسيقية والكوبليه الأول من أغنية أكذب عليك للفنانة المرحومة وردة. فأتمنى لكم الاستفادة، وإلى اللقاء في حلقات قادمة إن شاء الله.